بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عمر أمكاسو، عضو مجلس إرشاد جماعة العلوي إحسان بالمغرب، ونائب رئيس الدائرة السياسية لهذه الجماعة ورئيس مكتب الإعلام. فعلا أمتنا الإسلامية تعرف اليوم فترة عصيبة جدا، تمر بفترة عصيبة جدا وتعاني من عدة أزمات داخلية وخارجية ولأسباب عدة متراكمة، وعلى العلماء أن يضطلعوا بمهمة الإصلاح، وعليهم أن يساهموا بما أعطاهم الله عز وجل من مصداقية وقبول وشعبية وتأثير وعلم ودراية وحنكة وحكمة، أن يساهموا في الحل وألا يكون جزءا من المشكل. لأن للأسف الشديد أحيانا بعض العلماء عوض أن يكونوا أن يساهموا في الحل يكونوا جزءا من المشكل عن طريق إثارتهم للنعرات الطائفية، في حين أن الأصل في العلماء هو أن يكونوا عامل وحدة وتوحد وتوحيد للرأي وتجميع للأمة على الخير، وليس عامل تفتيت وتفكيك وتشتيت. إذن فالعلماء عليهم أن يضطلعوا بمهمة التوحيد وجمع الكلمة، عليهم أن يعتلوا المنابر وأن ينزلوا من منابرهم العاجية وأن يعيشوا مع الشعب في الميدان، يعيشوا في الميدان مع الشعب وأن يعيشوا وسط الشعب وأن يتواصلوا مع الشعب مع الفئات الشعبية وأن يدافعوا عن حقوق الشعوب وليس عن الحكام. لأن المشكلة أيضا أن كثيرا من العلماء للأسف اختاروا أن يكونوا مع الحكام عوض أن يكونوا مع الشعوب، لأن الشعوب تعاني من ويلاتها إلى الحكام. إذن فعموما العلماء ينبغي أن يكون لهم دور متجدد، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مع الناس وفي حوائج الناس وفي خدمة الناس. ونبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خطر ديدان القراء وهم العلماء الموالون للحكام الفسدة الظالمين. إذن فالعالم مكانه الحقيقي هو أن يوجد وسط الناس، والعلماء ينبغي أن يوحدوا كلمة المسلمين وأن يرتفعوا فوق هذه الصراعات التي تزيد الأمة تشتتا وتفككا.